انتي لو هتنصحي حد ان هو عايز يستغل كده شهر رمضان ويطور من نفسه فيه ويبني عادات جديدة ويعني يحاول يكتسب حاجات احسن ويتخلى عن العادات او الصفات اللي هو مش حاببها في نفسه، ممكن يعمل ايه لو تيبس كده؟ اهم حاجه انه زي ما قلنا انه رمضان استعداد لبقيه السنه. انصح بشده ان انت تكتب كده قائمه اهدافك، عارفين لسته الدعوات اللي احنا بنحضرها، اكتب قائمه اهدافك. خلي عندك نيه صادقه وكن على يقين انه ان شاء الله هتتحقق. ابدا اتصل بنفسك علشان تاخد اكبر كم من الطاقة الروحانية اللي هتساعدك ان انت تحقق اهدافك لبقية السنة، واكتب على الاقل 3 أو 4 حاجات هتساعدك تزود الاتصال ده. زي ما قلتلك هي بتختلف من حد للتاني، ممكن تبقى تدبر القرآن، ممكن الانتظام في الصلاة، ممكن الذكر، ممكن التراويح. فانت اكتب لنفسك الحاجات دي وحاول ان انت تلتزم بيها ولو بالتدريج، مع فكرة انه انا دايما متصل، انا بعمل كل ده ليه؟ انا بعمل، خلينا ما ننساش في العبادة، انا كل ده بعمله علشان ازود الروحانيات جوايا، علشان اتصل بالقيم، عشان ازود الارادة عندي. فكل ما فكرت نفسك ان انت بتعمل ده علشان تكون احسن، كل ما هتساعدك ان انت تحقق اللي انت كتبته.